أنا مباشرة من مركز اللقاحات مراسلتنا نرجس العوامي. نرجس يعطيك العافية وكل عام وانت بخير. وش السدو هذه والحركات؟ دائما جميلة تفاصيل. جميلة نرجس. قبل ما ندخل معك بتفاصيل المكان اللي انت متواجدة فيه. أهلا وسهلا فيكم. طبعا أنا مرة سعيدة أني رجعت بهذه الرجعة السعيدة وأني أكون أول لايف مع تغريد وعلي. طبعا جمعتكم مباركة. اليوم سبت. اليوم سبت ما أدري ليش جيت الجمعة. أنا هو دائما MBC في أسبوع مرتبط في الجمعة. عادي صح. حتى اللايفات. صراحة يعني الرجعة بتكون أكيد أحلى على MBC في أسبوع. ودائما إحنا مغطيين الأحداث في كل وقت وكل حين. طبعا إحنا زي ما قلت علي وتغريد إحنا في مركز لقاحات كورونا. إقبال الناس أو إغراءات السفر ممكن خلت الناس تفكر أيضا في أن اللقاح آمن وأن عليهم أخذ اللقاح علشان يمارسوا حياتهم طبيعية ورجعة الحياة بشكل طبيعي في السعودية وخارج السعودية. الاشتراطات اللي طلعت أكيد شجعت الناس أنهم يجوا. الفترة الأخيرة سمعنا أن النساء أقل في أخذ اللقاح، ولكن بعد فتح طبعا مراكز متعددة داخل السعودية في كل مناطق السعودية شجعتهم أيضا أكثر. معي دكتور فهد المعيوف نتكلم أكثر عن الفئات المستفيدة وكيف إقبال الناس. أهلا وسهلا دكتور، تفضل. طبعا نبغى نتكلم عن اقبال الناس ورجوع اقبال الناس على تلقي اللقاح. اول شيء شاكر لك. بدايه الحمد لله زاد الوعي لدى المواطن والمقيم في الايام الاخيره. وصلنا نتلقى اكثر عدد ارقام يوميا ما يقارب يمكن 20,000 او اكثر. اضافه على ذلك انه اللقاح اصلا اوريدي امن. وبس. جميل. طيب دكتور، في بعض المواقع التواصل الاجتماعي نشوف فيديوهات يخوفوا الناس شوية أن في أعراض جانبية كثيرة. مثلا شفنا مقطع مثلا يحطوا جوال ولا يحطوا مقص وراح تبقى هذه الأشياء. وش تقول لهم؟ لا، أوريدي مكونة اللقاح واضحة، ما فيها أي معدن ولا يمكن أنها تلتصق على الجسم نهائيا. ممكن هذه يكون خدعة، يحط لك مغناطيس تحت ايده او شيء كذا. عموما اخذت اللقاح في اليد اليسار، ممكن نجرب الان ونشوف يعني اذا فعلا لصق ولا لا. الكلام غير صحيح ابدا. جميل. طيب الجرعه الثانيه، ناس تتساءل متى الجرعه الثانيه؟ في لان عدد كبير اخذ الجرعه الاولى ويسالوا عن فتح باب الجرعه الثانيه، ودنا نتكلم عن هذا الموضوع. الحمد لله الان فتحنا احنا جرعه ثانيه بس استثنينا فئات او الاولويه الفئات كبار السن اكثر اللي اعمارهم اكثر من 60 سنه. هذول هم اوريدي راح تكون توفر لهم الجرعه الثانيه، واوريدي قاعد توصلهم رسائل الان. الناس اللي عندها امراض مزمنه هذول هم اللي لهم اولويه ايضا. وان شاء الله في القريب العاجل ان شاء الله راح نغطي اكثر كوزاره الصحه، ان شاء الله نغطي اكثر عدد ممكن. اضافه على ذلك ترى احنا حتى اوريدي المراكز اللي عندنا تستقبل تنظيم، فما ياخذ الموضوع اكثر من دقيقتين من دخول متلقي اللقاح لين خروجه. اضافه على ذلك قللنا وقت الانتظار، زيرو وقت انتظار من يدخل لين يطلع، الا اللي اعمارهم اكثر من 60 سنه. اللي اقل لا، ممكن على طول ياخذ اللقاح، مجرد ما يكلف الموضوع اكثر من دقيقتين توكل على الله. دكتور، انتم مستعدين لتلقي اكثر عدد؟ يعني الحين هذا المركز يستقبل تقريبا زي ما قلت 3 شفتات 20,000. هل في مثلا مراكز اخرى اشياء ثانيه مختلفه؟ الان انا راح اتكلم في المركز عندنا الان. احنا الطاقه الاستيعابيه 500 عياده او بارتيشن، 3 شفتات، نعمل على مدار 24 ساعه. غير كذا انه زودنا الطاقة الاستيعابية بشكل كبير واضح. وصلنا المولات الآن نغطي نطعم الناس في المولات. بعض الفنادق نفس الشيء. وإن شاء الله في القريب العاجل إن شاء الله الكل يتلقى عشان يقدر يسافر. يصير مسمع له سؤال. يس إن شاء الله. شكرا دكتور. حياك الله، تشرفت بك. حياك الله. أهلا. طبعا الطاقة الاستيعابية لمركز معارض الرياض كبير، ولكن تواجدت الآن مراكز أخرى حتى زي ما قال الدكتور إنه في المولات متواجدة علشان ياخذوا اللقاح. أنا بسأل تغريد علي إنهم وين يبغوا يسافروا لو هم أخذوا اللقاح؟ إحنا أخذنا اللقاح طبعا يا نرجس أكيد.
عشان نبغى نخلص ونبغى نسافر كمان على طول، صحيح علي؟ وقبل شوي ناقشنا قبل شوي طبعا بعد جدة، بس منك انت تقلبين على السؤال، وانت اللي المفروض لازم تجاوبين. على طول جينا على دبي، وحشتوني. الله يحييكي والله، نورينا. ابشري بلي احجز لك السياره الطويله هذه اللي مزين. يا سلام. تستاهلين تستاهلين يا نرجس، تستاهلين. زميلتنا نرجس العوامل من مركز اللقاحات في الرياض، شكرا جزيلا لك.